موضوع نستضيف معنا في الاستوديو الاستاذ مجاهد مليجي الكاتب الصحفي. اهلا بك استاذ مجاهد، وعبر الاقمار الصناعيه الاستاذ احمد الشرقاوي الكاتب الصحفي. اهلا بك. اهلا بك استاذ احمد. اهلا وسهلا استاذ مجاهد. نبدا يعني العزيز والاخ الاستاذ مجاهد مليجي، اهلا بك. بك استاذ احمد. نبدا يعني من استفهام ملح واضح، يعني ووحده يسال نفسه، يعني لماذا لم يذكر السيسي في هذا الخطاب الحرائق؟ لأنه هو الذي يقف خلف هذه الجريمة. الناس حينما تكلموا، يعني شهود العيان بيقول لك إيه؟ إحنا بصينا لقينا المحلات اتحرقت، العمارة دي وبعدها بتلات عمارات، عمارة تانية وبعدها بعمارتين عمارة تالتة، والمحلات اتولعت في يوم السبت اللي هو بالليل عشان بكرة الحد أجازة، فمحدش هيبقى موجود. صاحبات المحلات يقول لك انا قفلت ومشيت من ساعتين وفوجئت بالكارثه اللي حصلت دي. طبعا هذا الرجل الذي حرق الانسان وحرق المساجد التي هي دور العباده، اقدس اماكن على وجه الارض، حرقها ولم يخشى فيها لومه لائم، ولم يخشى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي فضحه لسانه حينما جاء وقال كل، وده شيء يغضب ربنا وده شيء ما يرضيش ربنا، واللي ما يرضيش ربنا احنا معاه وبنأيده وبندعمه. هو الذي يعترف على نفسه. ايضا حينما جاء السيسي بدأت التقارير والتحقيقات تتعمل على حارة اليهود، لان هو ابن حارة اليهود. فهذا يعني هذا الجسم الخبيث زرع فيه الجسد المجاهد. هذه معلومات لا نسوقها هكذا يعني. نعم لا نسوقها، لكن قنوات التلفزيون المصرية اخذت عدستها وذهبت الى حارة اليهود، وهنا كان عبد الناصر يجلس، وهنا تربى السيسي يعني احيانا. هذه ليست سر، ولكنها هي معلنة على كافة القنوات، وكانت هذه يعني زي ما بيقولوا موضة. كل القنوات اللي هي الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري كلها خدت نفس المنحة حوالين حارة اليهود ودورها وحارة طيب اليهود في التاريخ المصري. نعود للحرائق. نعم، ولكن أنا أقول الحرائق حتى لم يعزي هو تربى يعني. في هذه المناطق هو تربى، في الغورية حارة اليهود هي في قلب المناطق التي حرقت بالأمس، وطبعا لأنه هو الذي فعل ذلك. ونائب محافظ القاهرة أعلن أول أمس أنه الدولة تدرس نقل كل هذه الأنشطة التجارية الخطرة خارج القاهرة، ويأتي السيسي بعدها بيوم النهاردة وهو بيفتتح المشاريع ويقول بس هم مشكلتهم إن هم عايزين أراضي قريبة من أماكنهم، وهم اللي معطلنا ومش عايزين يخرجوا. وزير الإسكان يقول الصعوبة في تنفيذ المشروع عشان نطور العشوائيات، إن إحنا ما بنقدرش، مش قادرين نقنع الناس إن هم يسيبوا الأماكن ويخرجوا. يعني هؤلاء لو تركوا بيوتهم وخرجوا ساعتين لن يجدوا منازلهم ولن يعودوا لها أبدا. أستاذ أحمد، يعني خطاب العشوائيات اليوم يعني هو الرمز والتعبير، يعني بعض المفردات استعملها اليوم السيسي في خطابه. أولا، لماذا الحديث عن العشوائيات الآن بالذات بعد سلسلة هذه الحرائق؟ شوف، بداية يعني قبل ما نتكلم كده لازم نقول ان العشوائيات هذه هي نتاج لحكم العسكر، فالعشوائيات لم توجد أو كانت لم تكن أبدا ظاهرة قبل 23 يوليو 52. من بعد 23 يوليو 52 وجدنا هذه المناطق لا تتركز فقط في القاهرة التي يعني كانت تضم حتى وقت قصير أكثر من ثلث سكان جمهورية مصر العربية بالكامل. صحيح انتشرت بشكل كبير جدا منذ ثمانينيات القرن الماضي، وأصبحت موجودة عشوائيات في المدن الكبرى، وجدنا عشوائيات كثيرة جدا في مناطق في مدن كانت مثال ونموذج للتحضر مثل طنطا والمحلة وزقازيق والمنصورة وكل يعني عواصم المحافظات تقريبا فيها مناطق عشوائية. هذه الظاهرة شجعها وتعامل معها ولم يقاومها أبدا العسكر على طوال تاريخهم أي نوع من المقاومة الحقيقية. ما يقوله عبد الفتاح السيسي الآن، أنا بس يعني بتفق مع ما قاله زميلي وأخي الأستاذ مجاهد مليجي في مسألة أنه ربما يكون هناك سبب ما
يدعو عبد الفتاح السيسي نفسه كشخص مولود في هذه المناطق ووالده صاحب محل تجاري في أحد هذه المناطق الضيقة الموجودة حول حي المغربلين ومناطق وسط القاهرة وما يعرف بحارة اليهود. هذه كانت حقيقة الكل يعلمها ولم يكن عبد الفتاح السيسي أبدا يخفيها، وبالتالي يعني هناك سمت رابط قد يكون وراء هذه الأمور. لكن المؤشر الحقيقي دعني أقول لك أنني كنت على شاشاتكم منذ 3 أسابيع وربما شهر، كنا نتحدث عن نقل مقر وزارة الداخلية من منطقة وسط القاهرة وشارع لازوغلي إلى القاهرة الجديدة، وكانت هذه نقلة كبيرة جدا. هذه النقلة لوزارة الداخلية طبعا نعرف كل الأحداث التي صارت بعد 25 يناير وأثناء حكم المجلس العسكري وما بعد حكم المجلس العسكري من انطلاق الثوار إلى منطقتين، يعني كان معظم خروج الثوار كان إما بيروحوا لوزارة الداخلية وشفنا أحداث محمد محمود الأولى والثانية ومجلس الوزراء وغيرها، أو بيروحوا للإذاعة والتلفزيون فشفنا أحداث مزبير وغيره، ومرة بس خرجوا في أحداث العباسية إلى وزارة الدفاع عندما انكشف الوجه القبيح للمجلس العسكري والحكم العسكر أمام الثوار. أنا عايز أقول إيه في هذا؟ عايز أقول أن هذه مؤشرات ما يحدث من حرائق الآن ربما تشير إلى خطة منظمة وممنهجة يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي لتفريغ هذه المنطقة، ولا أستطيع أن أعزو ذلك إلى سبب واحد مباشر، ربما يكون هناك أسباب شخصية تتعلق بعبد الفتاح السيسي نفسه، ربما يكون من بين أبناء هذه المحلات من يعني ضرب عبد الفتاح السيسي وهو صغير فقرر أنه لما يكبر يضربه فيحرق محل أبوه أو يحرق محل جده وهكذا. تتداخل في هذا الأمر أشياء كثيرة، لكن ما أريد أن أقوله أن العشوائيات لم تكن يوما هدفا من أهداف العسكر، لأن العسكر لا يبالي بالشعب. إذا كان هناك سمت سبب للتخلص من العشوائيات والبدء بمنطقة قلب القاهرة فأنت تقدر تعزوها إلى أسباب كثيرة جدا ليس من بينها أبدا مصلحة الشعب ومصلحة المواطنين، قول بقى مستثمرين، قول إماراتيين، قول أنه عنده مشاكل شخصية ودوافع شخصية، حدث ولا حرك في هذا الموضوع، لكن يقينا ليس لمصلحة الشعب وليس لمصلحة يعني الفقراء في هذا الوطن. أستاذ مجاهد، يعني هذه المهلة عامين، هل هو أعطى المهلة عامين للجهة الموكلة إليها إنشاء المساكن الجديدة وإزالة العشوائيات، أم هو كان تهديد إلى كما ذهب إليه البعض لسكان العشوائيات؟ هو يعني هذا الإنسان فاقد القدرة على التمييز، يعني هو أبله. كلنا شفناه لما جه يعمل قناة السويس وبيقول له قد ايه يا سيادة اللواء، قال له سنتين يا فندم، ما فيش حاجة اسمها سنتين، لا سنة واحدة، واخد بال حضرتك، وكلف نفسه 3 أضعاف التكلفة عشان خاطر سنة واحدة. وشفنا برضو المشهد المسرحي في العاصمة الإدارية الجديدة، هتعمل دي في قد ايه يا باشمهندس، بيقول له 10 سنين، قال له ما فيش حاجة اسمها 10 سنين، 5 سنين بس. وهنا النهاردة بيقول له سنتين 3 سنين، قال له لا ما فيش 3، سنتين بس، اعملوها ازاي ماليش دعوه، اعملوها ازاي ماليش دعوه. يعني هذا انسان يعني فاقد القدره على التمييز. ايضا هو بيكلم وزير الاسكان يقول له هتتكلف 8 مليارات، يقول له لا يا ريس 14 مليار. يعني حتى القدره على تقييم التكلفه 8 مليارات فرق، 8 مليارات يعني مش حاجه من 10% ولا حاجه، لا 8 مليار. يعني انا عايز اقول برضو ان هذا الأبله الذي حكم مصر بالحلم اللي كان بيشوفه بالسيف الأحمر والساعة الأوميجا وقال له مش عارف إيه، يعني هذا بلاء ابتلى به ربنا سبحانه وتعالى الشعب المصري لحكمة يعلمها هو. عايز أقول إن فلسفة المناطق العشوائية حينما زرعتها ثورة يوليو في أطراف القاهرة، هم عملوا بلوكات في أطراف القاهرة، مساكن السيدة زينب ومساكن عين الصيرة ومساكن البساتين وزيها في العباسية وفي مناطق اللي هي كانت آنذاك على حدود مداخل القاهرة الرئيسية. كان تفكير العسكر آنذاك إن هذه القوى العمالية، لأن المساكن اللي هي البلوكات ديت بيسكنها الفقراء يعني والطبقة ما دون المتوسطة اللي هم العمال والسعاء والناس اللي هم على قدهم، طبعا إيجاراتها كانت زهيدة جدا والدولة كانت تعتبر بتديها للناس كده شبه مجاني، يعني بغرض ان اذا تمرد
الطبقة الوسطى وما فوقها، طبقة بقية البشوات يعني وأسرياء الدولة، يستطيعوا أن يقمعوهم من خلال استخدام سكان هذه التجمعات. والنهاردة احنا لما نلاقي ان وزارة الداخلية بتستعين ببلطجية الدويقة وبلطجية الإمام الشافعي وبلطجية البساتين وبلطجية القلعة وبلطجية بولاء وبلطجية، يعني هي لها في كل منطقة من هذه المناطق جيوش من البلطجية الذين يأخذون سلاح من الدولة. ويعني أنا شفت بعيني يوم الفض وأنا كنت راجع من المكتب، أنا كنت راجع من منطقة المهندسين، فبتوع ميت عقبة وبتوع مبابة كلهم كانوا مسيطرين على الطريق الدائري أو محور 26 يوليو آنذاك. حضرتك كل عيل معاه خرطوش واللي معاه طبنجة واللي معاه آلي وماشيين في الشارع عادي خالص، ويقفوا العربيات ويفتشوها ويقلبوها ويسرقوا اللي عايزين يسرقوه وياخدوا اللي عايزين ياخدوه وممكن يقتلوا اللي عايزين يقتلوه في الشارع كده. يعني هؤلاء العسكر اعتمدوا بشكل أساسي على تلك، وزي ما قال الأستاذ أحمد هم ليسوا مهتمين أساسا بالشعب، يعني إذا كان الشعب هيرتاح ومش هيرتاح، هو في النهاية بيفكر بإني دولك يحموا العسكر، يحموا مصالحه الشخصية، مصالحه الذاتية. أما الشعب، الشعب ليس في الحسابات من أساسه. أستاذ أحمد أشرت إلى مسألة مهمة جدا. أنا بس عايز أقول إن السيسي النهاردة قال إن 850 ألف واحد هم اللي في العشوائيات. الأستاذ ممدوح الواني نقيب الصحفيين أجرى دراسة من حوالي أكثر من 10 سنين عن سكان المقابر في القاهرة وحدها كانوا حوالي 4 مليون. يعني 4 مليون يسكنون، والأستاذ أحمد أستاذ أحمد أكيد عنده علم بهذه المعلومة، يسكنون في مقابر البساتين والإمام الشافعي ومدينة ناصر وما حولها والقلعة وما حولها. نعم يسكنون سكنا تاما بين المقابر بين الموتى، يعني 4 مليون. أستاذ أحمد يعني الحديث اليوم عن، وأنت ذكرت بأن ممكن هذه المناطق سيتم استثمارها في مشاريع عقارية بدعم المستثمرين أجانب، هل اليوم هناك خطة لتغيير معالم القاهرة؟ أستاذ أحمد هل تسمعني؟ نعم أسمعك. السؤال موجه لي. نعم أسألك. طيب أنا يعني عايز أقول إنه الشكل العام، أنا عايز يعني أبراج سويرس اللي موجودة على كورنيش النيل كانت تسمى المنطقة اللي أقيمت فيها عشش الترجمان، وكانت منطقة عشوائية، ودولة مبارك عندما منحتها لنجيب سويرس أقام عليها مشروع استثماري يقدر الآن بالمليارات، لأنه يعني يطل مباشرة على كورنيش النيل منطقة رود الفرج، ويطل مباشرة على صفحة النيل مباشرة، وبالتالي هناك رؤوس أموال ليست فقط مصرية ولا وعربية، بل أيضا عربية وتحديدا من الإمارات ومن بعض دول الخليج، يسيل لعاب هذه الشخصيات وربما الدول والحكومات على هذه المناطق. وإحنا شفنا في فترة من الفترات بعد ثورة 25 يناير كيف أنه المهندس الاستشاري دكتور ممدوح حمزة أثار ضجة كبيرة حول بيع مناطق وسط القاهرة لشركات صهيونية، شركات إسرائيلية، وصارت الأزمة وانتشرت ونشر في الصحف المصرية في ذلك الوقت، ولكنها كما انتشرت بسرعة هدأت أيضا بسرعة. ويعني بعد ذلك عرفنا أنه الدكتور ممدوح حمزة بدأ في تملك بعض العمارات القديمة في منطقة وسط القاهرة، أو أنه ربما كان السبب له علاقة بأنه يتملك بعض العقارات القديمة في هذه المنطقة. ما أريد قوله أنه رؤوس أموال كثيرة ليست فقط لا مصرية وعربية، وإنما أيضا ربما تكون لمستثمرين أجانب وإسرائيليين يريدون العودة مرة أخرى لتلك المنطقة التي كانوا يعيشون فيها كأقلية يهودية، وكان لهم حي وكان لهم معبد في شارع عدلي معروف. كل هذه أسباب مجرد يعني ما نضعها أمام المشاهد الكريم، نحن لا نريد أن نقفز لنتائج مباشرة، لكننا فقط نضع مؤشرات يمكن لمشاهدنا الكريم أنه يضعها في الحسبان عندما يفكر في هذه الأمور. عايز أقول بمنتهى البساطة أنه العشوائيات لا توجد على الأرض فقط في القاهرة وفي المحافظات. أولا هناك
وفقا لدراسة برضو عملها الدكتور ممدوح حمزة وهو مهندس استشاري وأستاذ في جامعة حلوان، هناك 164 منطقة عشوائية في عموم محافظات الجمهورية على ما أتذكر أن الرقم 164، وأنه في هذه المنطقة يعيش أكثر من 6 ملايين مواطن مصري. إحنا لا ما بنتكلمش عن وفي تقديرات أخرى، هو بيقول ده التقدير المتحفظ بناء على البيانات الرسمية اللي من الدولة، لكن هناك تقديرات ترتفع بهذا الرقم ليس فقط إلى 9 ملايين وإنما إلى 16 مليون مواطن مصري يعيشون في العشوائيات في عموم الجمهورية. العشوائيات دي يا جماعة ما هيش يعني ما مش موجودة على الأرض بس، مش في 164 منطقة، هو التفكير العشوائي موجود في عقول العسكر منذ 52 حتى الآن. هدي مثل بسيط، هو الراجل اللي دخل انتخابات رئاسية دون برنامج أليس رجلا عشوائيا؟ هو الرجل اللي هو عبد الفتاح السيسي الذي كان من ضمن حلوله للأزمة الاقتصادية أن يوزع على الشباب عربيات لتوزيع الخضار، أليس هذا تفكيرا عشوائيا؟ العشوائيات ليست على الأرض إنما العشوائيات في عقول العسكر يا سيد. أستاذ مجاهد، اليوم في خطاب السيسي وجه كلامه للقوات المسلحة وكلفها بأن تقوم هي بإنشاء البدائل العشوائية، إزالة العشوائيات وإنشاء البدائل وتسوية هذا الملف نهائيا. لماذا يتوجه بتكليفه للقوات المسلحة وغيب تماما القطاع الخاص المدني أو حتى يعني القطاع الحكومي المدني؟ أنت الآن حضرتك إذا بصيت في مصر القطاع الاقتصادي أصبح مسيطرا عليه بالكامل من قبل العسكر. اقتصاد الجيش أو العسكر الآن أصبح يستحوذ على أكثر من 90% من اقتصاد مصر. حضرتك الجيش يحتل الأراضي المصرية، أكثر من 92% من مساحة مصر يحتلها عسكر جيش السيسي وأعوانه وجيش كامب ديفيد، ويتملكونها ويبيعونها لحسابهم الشخصي. عندنا في مصر منطقة أرض اللواء، وعندنا منطقة الطيار، وعندنا منطقة المقدم، يعني مناطق كاملة يأخذها كبار الضباط أو صغارهم حتى من العائلات الكبيرة في العائلات العسكرية، ويبيعون هذه الأراضي، يأخذونها مجانا ويبيعونها بالمليارات. يعني احنا لو شفنا قضية مدينتي اللي كان فيها طلعت مصطفى ديت، فقط ثمن الأرض، فقط ثمن الأرض أكثر من 6 مليارات أو 16 مليار، لا أذكر الرقم لأني مضى فترة طويلة على هذا الملف، ولكن هذا فقط ثمن الأرض. هناك شركة كويتية واخدة يعني آلاف الأفدنة، لما الرئيس مرسي ربنا يفك آسره كان موجود قيم بس الأرض دي عشان يبيعها بسعرها الطبيعي، كان للدولة المصرية لدى هذه الشركة 40 مليار جنيه. وسويرس لما كان متهرب من الضرائب بس في صفقة من الصفقات كانت 14 مليار جنيه. يعني هؤلاء العسكر وأذنبهم أو الخدم الذين يخدمون تحت جناحهم من الباطن يستولون على اقتصاد مصر بالكامل. أصبح الآن الجيش يعمل في كل المشاريع، يعني في العيد اللي فات كان بيعمل كحك وبسكوت وبيعمل مكرونة ودلوقتي وبياخد مشروعات بناء وبياخد مشروعات كهرباء، بيعمل كل حاجة دلوقتي، لكنه الشيء الوحيد الذي لا يفعله هو أن يقف على الحدود ويحمي البلد، وهذه هي مهمته الأساسية لا يفعلها، ولكن يفعل ما دون ذلك. أنا عايز بس أقول للأستاذ أحمد أني وزير الإسكان النهاردة أعلن أن عدد المناطق العشوائية 350 منطقة على مستوى الجمهورية أغلبها في مصر. ربما 164 منطقة اللي الأستاذ أحمد تكلم عنهم يتركزون في القاهرة وحدها، لأن القاهرة الكبرى تضم 3 محافظات اللي هي القاهرة والجيزة والأليوبية، فربما يكون يعني فعلا هذا الرقم من هذا الرقم نسبة أكثر من 50%. يعني رقم كبير وضخم جدا. كبير جدا، نعم. أنا قلت لحضرتك ربما يكون سكان المقابر خارج العشوائيات لأنهم يسكنون بين الموتى. يعني الرقم الذي عرضه الأستاذ أحمد يعني ممكن نتحدث عن 16 مليون ساكن في العشوائيات، يعني رقم كبير جدا ويكون معقول. أنا حسب هذه الإحصائيات حتى المناطق التي ليست عشوائية
لا توجد فيها مرافق ولا خدمات والبنية التحتية مهترئة تماما والعسكر مجهول يعني ذكر حتى هذه المناطق بحسابات السرية في لا يمكن أن تكون مناطق صالحة لسكن آدمي. نعم طيب بس حاجة أخيرة يعني إذا كان السيسي بشرنا بالعاصمة الجديدة يعني العاصمة الإدارية الجديدة اللي هتبقى أفخم من دبي وضعف مساحة لندن طب شغل باله ليه بالعاصمة القديمة ما يسيبها يعني أنا كنت في باكستان وكان في عاصمة اللي هي إسلام أباد وكانوا بيعملوا راول بندي فكانت راول بندي تقريبا هي العاصمة الجديدة فكانوا العاصمة القديمة ما بيصرفوش عليها بقى عشان يقدروا يهتموا بالجديدة ويطوروها ويبنوها صح فأنا عايز أقول إذا كان السيسي مشغول بالعاصمة الجديدة اللي هي هتبقى بالفخامة دي كلها مفروض ما يشغلش باله بقى بالمناطق العشوائية والمناطق اللي ماذا نتحدث عن السيسي وما يواجهه من خطابات وأيضا ما يقوله لمساعدي ووزرائي لست أدري هل الفيديو جاهز عندما الفيديو غير جاهز طيب نعود للأستاذ أحمد السيسي تحدث اليوم في هذا الفيديو يقول يعني في خطاب يخاطب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يعني يتحدث معه على يعني لماذا لم تنتهي هذه الأشغال من المفروض أن انتهت فقط انتهى 75% وكان هناك يعني جدل بينه وبين رئيس الهيئة ورد الوزير بأن سنراجع هذه الأرقام يعني مشهد صراحة لا يليق بدولة وبرجال من المفروض هم رجال دولة يعني هل هذا يمكن يفهم أيضا في السياق الذي تحدث فيه السيسي عندما قال نحن لسنا دولة نحن أشبه دولة لا هي الحقيقة أنا عايز أقول أنه المشهد ده تحديدا لما شفته وشفت يعني هذا النوع من الغزل اللي بينه وبين رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنا مش بس افتكرت كلمة شبه الدولة اللي قالها السيسي إنما افتكرت أيضا أن هذه عصابة يعني هذا هو سلوك العصابات يعني زعيم العصابة قاعد والحقيقة أنه اللقطة اللي عايز يقولها هنا من المنظور الإعلامي يعني هو عايز يوصل رسالة لمؤيديه أنه هو يعني لا يزال يسيطر وأنه بيعمل إنجازات وأنه إحنا بنخبي إنجازاتنا على أهل الشر وانه في بيننا وبين بعض حاجات بيبتسموا كده لبعض وبيقول له ما عملتش يعني. 75% ولا عملت مش عارف يعني كل هذا الكلام يعني انا الرساله اللي وصلتني كانه هو عايز يحاول يقول لمؤيديه ان احنا شغالين وان احنا بنحاول وهذه يعني استخدام للاعلام وللصوره وللقطه اللي بتعكس طريقه تفكير عبد الفتاح السيسي دي طريقه تفكيره هو عايز اللقطه وعايز الصوره توصل للناس بهذا الشكل لكن انا عايز اسال الناس سؤال بسيط جدا هو التصريحات اللي قالها دي وانا الهيئه الهندسيه ووزاره الاسكان الجيش والاسكان يحلوا لي مشكله العشوائيات في سنتين انا هقول لهم هل اتحلت مشكله الاسعار اسعار السلع والمواد الغذائيه والاسعار بصفه عامه في مصر بعد ما تعهد بشكل رسمي بانها في نهايه الشهر اللي هو نوفمبر اللي فات اللي من 6 شهور الاسعار هتستقر الناس هي اللي تقول الناس تحط ايديها على جيبها كده دلوقتي او تشوف هل الكلام اللي قاله تحقق وتسال وتحط الاجابه باعتبارها معيار او محك للكلام اللي بيقوله النهارده انا عايز اخلص من مشكله العشوائيات خلال سنتين لو كان هذا الرجل صادقا ولو كان نظامه صادقا مشكلة العشوائيات لا تحل قبل أن تحل مشكلة الأمية وأنا أتذكر أني كتبت 3 مقالات في مصر في 2005 كتبت مقالة وفي 2010 أو مقالتين عن مشكلة الأمية يعني مش ممكن يكون حسني مبارك وهو بيقدم برنامج انتخابي على أساس أنه داخل انتخابات تعددية وفيها أكثر من مرشح بعد ما عمل تعديلات الدستورية الأولى والتعديلات الدستورية الثانية في 2007 ولا يأتي ذكر كلمة الأمية في برنامج انتخابي عبد الفتاح السيسي يكلمنا عن العشوائيات يكلمنا عن أي عن حلول اقتصادية ويحل مشاكل البلد أنا تقديري اللي كتبته من 2005 أنه لن نحل مشاكل مصر الاقتصادية ولا يمكن أبدا أن احنا نحل مشكلة العشوائيات دون أن نهتم بمشكلة الأمية الشعب اللي تلته لا يقرأ ولا يكتب الشعب اللي المتعلمين فيه تم تخريب التعليم لمدة طويلة وتجريفه وتخريج
متعلم أو جامعي أو حتى أستاذ جامعي النوعية بتاعته تتضاءل كثيرا عند مقارنته باللي كان موجود يمكن من نتاج الحكم الليبرالي أو نتاج حكم ما قبل حكم العسكر. كان بيخرج منتج تعليمي متوازن معقول وكان بيتواجد في كل المنطقة وفي العالم بشكل جيد. لكن العسكر عمل على تجريف التعليم وعمل على تسطيح الثقافة والإعلام، أفسد كل مؤسسات التنشئة الاجتماعية حتى ننتهي إلى ما وصلنا إليه الآن. ما وصلنا إليه كائنات انقلابية موجودة في مصر تم تجريف تعليمها. يكفي يا سيد الفاضل أنك تشوف النائبة اللي في البرلمان اللي اسمها نعمة قمر وهي تتحدث. هذا مثال واضح لتجريف التعليم في مصر. أنا متأكد أن هي يعني خريجة المعاهد المتوسطة أو ما غيرها اللي هي استكملوا تعليمهم بعد مرحلة التعليم المتوسط، والناس وفيهم ناس على رأسي من فوق، ناس يعني اجتهدوا على أنفسهم فأصبحوا مثقفين بشكل عالي جدا ومحترم جدا. لكن أنا بقول الإطار العام، الإطار العام أنه في الآخر في شخص نصف متعلم نصف موهوب، على الأقل بيفهم الأمور بمنطق نصف المتعلم ونصف أي شيء آخر. فبيجي النائبة لنعمة قمر، بيجي عبد الفتاح السيسي نفسه كواحد شبه متعلم وليس متعلم، بتيجي العصابة اللي بتحكم معاه والناس المتعلمين اللي فاهمين بيلفظهم هذا النظام، مش بس دلوقتي ده بيلفظهم من بعد 52 وحتى الآن. وبالتالي القضية قضيتنا الأساسية هي الأمية وليست العشوائيات، ولن يفعل نظام عبد الفتاح السيسي ولا أي عسكري يحكم هذا البلد أي شيء في مجال العشوائيات بل نحل مشكلة الأمية، وهذا تقديري المتواضع، ربما أكون مخطئ بس ده تقديري. أنا أستاذ مجاهد، عبد الفتاح السيسي اليوم في خطابه وصف هذه المناطق بأن مناطق خطرة غير آمنة، ويعني هذا التوصيف له بعد اجتماعي ولكن له بعد سياسي أيضا. هل هو إشارة، وهذه المفردات إشارة أيضا إلى لغة التعاطي الميداني يعني مع العشوائيات ومن يصف العشوائيات؟ نعم، أنا عايز بس أعلق على كلام الأستاذ أحمد أن الأمية هي سلاح من أسلحة العسكر، يعني لا يمكن أبدا أن يقضي على سلاح من الأسلحة التي يستخدمها من أجل تضليل وتزييف وعي الشعب المصري. فالتعليم والوعي خطر كبير جدا على الأنظمة العسكرية والأنظمة الشمولية، لابد أن يتم استخدام هذا السلاح، فهم من مصلحتهم أن تزيد الأمية ويعملون على زيادتها. أيضا عبد الفتاح السيسي ألغى ضريبة التعاملات على البورصة اللي تعاملاتها اليومية بتتجاوز المليارات، يعني أحيانا 10 و12 و15 مليار. الضريبة على رأس المال على تعاملات البورصة سوف تأتي إلى خزانة الدولة بالمئات الملايين، ولكن هو يترك الضرائب يلغيها على الأغنياء وعلى الذين يمتلكون المليارات والملايين، ثم يفرض الضرائب على من لا يجد قوت يومه، وهو ذات نفسه بيقول كده. هنعمل ايه الناس على قدها ومش لاقية؟ بس غصب عننا، يعني احنا هنعتمد على خزينة الدولة؟ احنا خرجنا مليار جنيه من صندوق تحيا مصر ومفيش. طبعا المتبع عنده ان مفيش، ما عنديش، انا مش قادر اديك، فهو ماشي في السكة دي على طول، فيفرض الضريبة على الفقراء والبسطاء ويرفعها عن الاغنياء. بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك، هذه مناطق غير امنة وخطرة. نعم، هم يؤسسوا بهذا التصنيف لدولة السادة والعبيد. لازال العسكر يعتبر نفسه هو في طبقة السادة، ومعه طبعا حاشيته من القضاء والإعلاميين، بعض القضاء وبعض الإعلاميين وبعض رجال الشرطة. هذه هي طبقة تسمى تجعل نفسها فوق الشعب، ما دون الشعب فلا فرق عنده بين هذه المنطقة الخطرة والمنطقة العشوائية والمنطقة غير مخططة كما كان يحكي له وزير الإسكان. هو يرى أن هذه المناطق خطر على وجوده أصلا، لأن إذا فهم الناس وعرفوا الحقائق واستطاعوا أن يمتلكوا الوعي سيكون هلاكوا على يد هذه هؤلاء، هذه الملايين التي تسكن هذه المناطق العشوائية. هي محرومة من كل شيء، محرومة من التعليم، ومحرومة من أحيانا محرومة من الطعام، ومحرومة من العيشة الكريمة، ولا تشعر بكرامتها، لا يوجد عندهم أقل أساسات يمكن أن يراها الإنسان، لا ماء نظيف ولا صرف صحي ولا لا يوجد مظاهر حياة. يعني هناك برامج كانت تدخل في قلب هذه المناطق وتعكس حياة، ربما الحياة البدوية
أكثر رقيا وأفضل راحة مما يعيش هؤلاء. أستاذ أحمد الشرقاوي، في الخطاب اليوم لا اعتذار لنقابة الصحفيين ولا حديث عن استجابة حتى لبعض من مطالبهم التي وردت في بيان الجمعية العمومية، ووزير الداخلية ووزير الدفاع كالعادة في الصفوف الأولى، وكأن يعني الرسالة وصلت من خلال الصورة. شوف، هو الحقيقة لما عبد الفتاح السيسي، تفضل أستاذ أحمد، تفضل أستاذ أحمد، نسمع. أعذرني. لما عبد الفتاح السيسي يمر مرور الكرام ويصدر هذه التلميحات إلى نقابة الصحفيين ويتحدث عن كلام عام، يعني إنه مصلحة الوطن ومصلحة الأمة وكلام يعني تخين كده عريض كده بهذا الشكل، ويقوم مجلس النقابة يستجيب بأنه يصدر بيان في هذا الإطار. أولا نحن لا نستطيع أن نفهم يعني مصلحة الوطن في إطار ما يقوله هو عبد الفتاح السيسي. إذا كانت مصلحة الوطن هي في قتل الناس وفي حرق مساكنهم ومتاجرهم وفي التنكيل بالملايين من الفقراء من أبناء هذا الوطن لمصلحة الأغنياء، إذا كان عبد الفتاح السيسي يقصد انه ده اللي بيعمله هو مصلحة الوطن، ما كان يجب ابدا ان احنا نقره على ما يقول، لانه حتى لما قال تحيا مصر ومنذ ان اطلقها منذ بداية الانقلاب، انا قلت حاجة بسيطة جدا، قلت انه هذا تصريح فارغ من مضمونه. يعني تحيا مصر، كيف تحيا مصر؟ يعني ما هو بيقول تحيا مصر، كلنا بنقول تحيا مصر، بس احنا عايزين مصر حرة مستقلة عزيزة كريمة، يعني لا تتنازل ولا تبيع جزء من جسدها حتى تعيش. هو ده مصر اللي احنا عايشينها. اما اذا كان عبد الفتاح السيسي بيقول تحيا مصر بما نراه من سياساته، فالحقيقة علينا ان يعني على الاقل كنا يجب الا نستجيب لما يقوله او ننتقد ما يقوله. فليس هو الحريص او العارف بمصلحة الوطن، وليس هو القيم على من يعني يبتغون مصلحة الوطن، وبيننا وبينه مساحات كبيرة جدا وفجوات عميقة جدا في فهمه لما يجب أن تكون مصلحة الوطن. لكن على كل الأحوال أدرك تماما أنه مجلس نقابة الصحفيين والزميل يحيى قلاش والأخوة أعضاء مجلس النقابة المنتخبين يديرون أزمة كبيرة جدا وسط أمواج سياسية متلاطمة، وهم في نهاية الأمر تحت قبضة الحكم العسكري، ويمكن بمنتهى البساطة أن يتم الزج بهم في السجون، يتم التشهير بهم، يتم تشويه سمعتهم، يتم التنكيل بهم بكل الوسائل التي يمتلكها العسكر ويجيدون استخدامها طوال عشرات السنين. فعلى أي الأحوال، إذا قرأت استجابة النقابة، إذا قرأت هذه التصريحات التافهة من جانب هذا الشخص التافه، وقرأت الاستجابة من جانب مجلس النقابة، فإنني لا أستطيع أن أقرأها سوى في أنها نوع من يعني إدارة الأزمة والعبور بسفينة الصحفيين وسط أمواج سياسية متلاطمة للغاية، ومع التهديدات اللي وصلت للصحفيين بشق الجماعة الصحفية، ومع التهديدات التي صدرت من هنا أو هناك بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين واستعداد شخصيات مثل مكرم محمد أحمد والأخ محسن سلامة وزملاء كثيرون أن يعودوا إلى نقابة الصحفيين في موقع النقيب، وأن هناك من هم على استعداد أن يأتوا إلى مجلس النقابة ليس بأصوات زملائهم في انتخابات حرة، ولكن على أسنة رماح العسكر وعلى أسنة الدبابات للنظام العسكري. على أي الأحوال، تصحيح المسار أو تصحيح الرؤية أو أي شيء يقال في هذا القبيل، يجب أن نقول لهؤلاء اللي بين هلالين زملاء أنه الصحفيون ليسوا مواطنين عاديين. المواطن العادي في نهاية الأمر قد يبتلع أضاليل وأباطيل النظام العسكري من خلال الآلة الإعلامية اللي أنتم بتصنعوها، وبالتالي الجسم الصحفي الغالبية العظمى أو الغالبية، بلاش أقول العظمى، الغالبية من الصحفيين مما لا شك فيه أن لديه الوعي الكافي لأن يدركوا من يعمل لمصلحة الحرية
ولمصلحة كرامة الصحفي ولمصلحة كرامة المواطن في نهاية الأمر وضع ومن يعمل وضحت المصالح الصورة الشخصية. أحمد شكرا لك أستاذ أحمد شرقاوي، شكرا لك، وضحت الصورة. كنت معنا عمرو قمار الصناعية، أستاذ أحمد شرقاوي الكاتب الصحفي، أستاذ مجاهد باختصار شديد. هل دخلت نقاب صحابين في أزمة داخلية باختصار شديد؟ باختصار شديد للأسف الشديد يعني ختمت نقابة الصحفيين الحالة الثورية والهبة التي حدثت بالاستسلام مرة أخرى للعسكر والدخول في أحضانهم وإصدار بيان يهاجموا زملائهم اللي هم يعتبروا خصوم العسكر من أجل أن يحصلوا على الغفران. ولقينا النهاردة رئيس مجلس إدارة مصر اليوم مطلع بيان بيعتذر فيه عن أنه هو ساند نقاب صحفيين وقبل منه خالد صلاح وهكذا. يعني كانت هبة. والسيسي النهاردة في الحوار بتاعه هو بيقول مش هنسمح لسكان هذه المناطق الخطرة العشوائية أنهم يطلعوا في قنوات غير مصرية، قنوات مش جيدة، ويبينون على اننا غلبة قوي وفارة قوي، لا مش هنسمح ان ده يحصل تاني. شكرا لك. للأسف الشديد يعني انه معركتهم نهاية حزينة ومؤسفة. شكرا لك أستاذ مجاهد مليجي الكاتب الصحفي، شكرا لقبول الاستضافة. مشاهدينا الكرام، هكذا اتينا لنهاية حلقة الليلة من نافذة على مصر، حتى نلتقيكم غدا بأمان الله. شكرا لك.